تويت لي حالة وايد وايد صعبة. شخص في ديسك بالفقرة الفايف والأسوان. شنو يقول لي؟ يقول لي لما أوقف مدة طويلة يحوشني خدار بريلي لحظة اليسار، ولما أنام لما أول ما أقوم من النوم ألم. طبعا بعدين يختفي الألم. ليش؟ لأنه خلاص الدم يصير حار والجسم يحتر وبعدها خلاص يختفي الألم. ولكن لما الجسم كله يبرد يكون بوضعية السكون، المكان اللي فيه ألم بروحه ينبرد، يتكود على الدم والمضادات كلها. هذا شنو سويت؟ طبعا أول سؤال، تأخذ مغنيسيوم ولا لا؟ لا. تابلت؟ لا. زي خضروات تأكل؟ لا. يعني معناته جسمه وايد متصرف، وأكثر الحالات اللي تطول اللي ما يأخذون مغنيسيوم، هذا شوي متعبة. كيف يخلص الفيديو؟ طبعا تحت عندي جهاز، أنا الجهاز شيله قرون، جهاز هذا حطه على العمود الفقري، أقول له تشندس سو هالوضعية كذي، واخذ الجهاز وانزل. الجهاز هذا يعطيني عداد، يعطيني وين وين مكان الفقرة اللي فيها انحراف الفقرة. يعني معناته إذا الفقرة متحركة يعني معناته أكيد مطلع الديسك شيء منتفخ نفس اتفاقية. انزين، نزلت بالجهاز 00، يوم نزلت عند الفور الفايف بدأ العداد يتغير، يعني الفقرات هنا متحركة. نزلت عند الأسوان ولا الفقرة وايد متحركة، يعني العادة مثلا 0 5 6، يعني هذا لا واصل 10 20، شي 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 واصل، يعني معناته شنو؟ الفقرة يعني مفترة وداشة لداخل هني هني المكان هذا الفقرة. طبعا مفترة وداشة لداخل، طالعت شي يعني لما حط ايدي عادي عادي سيدة عمود الفقري سيدة سيدة، بعدين في خفقة هني. تخيلوا معي كذي العمود الفقري الحين فقراته كذي قاعد يقيسهم ينبعض، لما جيت عند الفقره اللي تحت كذي صايره، يعني هذا اوه خفقه هنا الفقره. زين، لازم الفقره هذه تطلع تساوي ربعها، تساوي ربعها الفقره. طبعا شكل عمود الانسان على حرف الاس كذي، هذه الفقره داشه لي داخل حلو. زين، نبي نطلع هذه الفقره لي برا اساس تتعدل ترد مكانها. هي ما ترد هذه الفقره الا بحاله واحده، متى؟ الا الفقرات اللي فوق يرتخون، يعني يرتخون الفقرات اساس يصير مجال وهذه ترجع. عرفت شلون؟ جسمه وايد وايد شاد. حاولت اني ارخي جسمه، سويت له التدليك، حطيت له العصايه الحديده، حطيت له جهاز التدليك، بعدها سويت له الكيروبراكتيك طق الفقرات اساس انه اخلي الفقره ترجع. رجعت شيء بسيط ولكن للحين جسمه مشدود. طبعا خف معاه العوارض وخليته يسوي حركات اللي دائما يسويها يتعود. زين، شنو اللي يخلي الفقرات ما ترجع حق وضعها الطبيعي؟ اوكي يمكن الواحد طاح تعور، زين خلاص يعني سيستم الجسم لازم يرجع. انا اقول لكم الحين هذا عمود الفقري، اوكي من اللي ماسكه؟ ماسكين عضلات يمين ويسار يساندونه يحافظون عليه. العضلات هذول اذا كانوا مشدودين حيل ما يعطون الاريحيه حق عمود الفقري انه يرتب نفسه او انه يتعالج. ليش؟ العضلات هذول كذي ماسكينه. انا بدوري شنو اسوي؟ لازم ارخي العضلات، ولكن ما روح يرخيهم، لازم الشخص يسوي تدليك وياخذ المغنيسيوم، يعني ياخذ المغنيسيوم مع تدليك اساس بعدين انا شو راح اسوي؟ راح اسوي الكيروبراكتيك. شو الكيروبراكتيك؟ الف الفقرات يمين ويسار، فلازم عشان الف الفقرات يمين ويسار لازم العضلات هذول يتحركون معي. شوف لازم يتحركون معي، اذا تحركوا معي هني الفقرات تتحرك معي. طول ما هذه العضلات شادين عمود الفقري ما يتحرك، ضروري المغنيسيوم. اوكي بتاوش انا اخواني اخواتي، جايب لكم منتج ايطالي.